انا غريب احمد محمود، ابويا كان نجار، اساسا نجار، الاستاذ احمد نجار، والمكان ده يعتبر مكان، بس احنا ايه ما اتعلمناش النجاره، احنا اتعلمنا ايه الصبر، الله يرحمه ويغفر له، واشتغلنا في الترابيزات واشتغلنا في الصبر. هي الخامات، بس هي الخامات هي اللي بتتعمل، الخامات اللي احنا بنشتغل بيها، يعني الصدف، الطبخ، الصب والحاجات دي، الناس هي اللي بتبقى ماسكاها، هي اللي بترفع السعر وتنزل السعر، احنا يعني الورش الصغيره هي اللي تعبانه معاهم. يعني بيتعبونا جامد يعني. ده نوع وده نوع. يعني الاكريليك بيبقى الحاجات ايه الشعبي. يعني اللي زي واللي زي حالاتك يعني ممكن يشتروها، اما الخواجات بيشتروا صرف. ان دي صرف خامه طبيعيه بيجي من البحر. ما يجيبش ابدا حتى لو عملوا ايه. بس ما فيش هنجيب لهم منين؟ يا دوبك بنكفي نفسنا بالعافيه. ما هو الدكاتره بتوع الكيماوي هم واحد اسمه مش عارف الدكتور ايه كده، هو عنده مصنع. هو اللي ماسك بيجيب الحاجات دي من بره، وهو اللي بيرفع السعر وينزل السعر بتاع الكيماوي. الصين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي خربت الدنيا. هي لغايه دلوقتي ما دخلتش يعني ما احتكتش بينا. لغايه دلوقتي في صناعتنا. اما لو احتكت يبقى كل سنه وانت طيب. ان هي يدوي. يعني يدوي ومحطوطه هنا في الدماغ، يعني مفيش رسمه بتجيلك وتعمل عليها، هي في الدماغ، انت عايز بيجيلك زي كده اهوت وهو صغير بتعلمه ايه؟ واحده واحده لغايه لما يشرب الصنعه وبعد كده ايه بقى مع نفسه بقى في دماغه. مفيش حاجه بينقل عليها. دي الاول كانت باربع رجول، كانت ثابتين. طورنا احنا فيها ايه؟ خليناها بشمبر وركبنا اربع رجول بيتفكوا ويتشالوا عشان الزبون لما يجي ياخدها تبقى ايه؟ تبقى خفيفه ما تبقاش ايه؟ كبيره. تتلم كده في حاجه واي اي زبون يجي يشتريها يشيلها ايه؟ تبقى خفيفه كده. دي من الشطرنج، قرص الشطرنج. فطورنا فيها وعملنا كانت قرص شطرنج صغيره كده مربعه 40 في 40. يعني تشوف حاجات كتيره. يعني منها ترابيزه، يعني لو في حاجه قدامك هيشرب عليها شاي بتاع الكلام دوت، كورشينه، ابنك عايز يلعب هيقوم يلعب طاوله، انت عايز تلعب شطرنج هتلعب شطرنج لوحدك، يعني ثلاث لعبات في ايه؟ يعني كل واحد يلعب لوحده. فهي الاول طاوله، وبعد كده تقلب القرصه تبقى شطرنج، والناحيه الثانيه كورشينه. يعني ثلاث لعبات هم. ومنها برضه فيها ممكن تنفع ترابيزه. يعني ترابيزه تستخدم برضه في البيت. يعني مثلا واحد عايز يقعد على في حته يلعب طاوله، واحد يلعب كورشينه. يعني ممكن يلعب بيها ثلاث لعبات يعني. يفيدنا ان احنا نعمل ونبيع ونشتغل.